أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لو سمحت يا شيخنا بإجابة، أنا قاعدين في بيت أربع أدوار، وأبي وأمي عايشين في دور، وأنا وإخواتي كل واحد بانيين شقتنا ومتجوزين فيها. طيب. وهو متجوز زوجة تانية وعنده ولد وولد وبنت، بس ما ساعدوش في بناية البيت خالص. إحنا عايزين نضمن حقوقنا، نعمل إيه عشان بس دي ما تكونش حرام علينا؟ أنت مستفيد من الأرضية. أنت مستفيد من الأرضية وساكن في البيت. وساكن في البيت. يعني أنت مستفيد من الأرضية ومن السكنة. واحد صالح يجلس يضبط هذه مع تلك، يضبط هذه مع تلك. دول ناطقهم في الأرضية يا مولاي. طيب أنت من متى سكنت؟ أنا اتولدت في البيت. أبوك مات متى؟ أبويا لسه على قيد الحياة. الحمد لله. خلاص عالجوها بقى كده. أبوك يعالج القصة الله يسلمك. يثبت لكم بعض المال الذي دفعتموه، يثبته لكم. ثلثة؟ يثبت لكم المال الذي دفعتموه. اه بس هيثبته اللي هو يكتب لكل واحد شقته. لا مش كل واحد شقته، لأن إذا كتب لكل واحد شقته أصبحتم كمسمار جحا في البيت. لا يستطيع سائر الورثة أن يبيعوا ولا أن يشتروا. أيوة صح. الله يسلمك.